البدايه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه امس لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القوميه في مجالات الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات. وجه سيادته باستخدام احدث التقنيات والاجهزه التكنولوجيه في اقامه مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنه، ايضا التركيز على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءه الموارد البشريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب إيهاب عبد الله، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس باستخدام احدث التقنيات والاجهزه التكنولوجيه في اقامه مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنه مع مراعاه المبدا الثابت بحوكمه كافه جوانب الاداء وفقا لاعلى مواصفات الجوده والاستدامه بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدوله وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنمويه الشامله مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية، وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية. وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية. بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية. كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، خاصة مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان، وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي بالإسماعيلية، إلى جانب مشروع إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في بنها والفيوم وبور سعيد.